الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. لا لا المقدمه دي لازم تتغير يا جماعه. مش عارفه انا. لا 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 تقليديه جدا. حافظين مش فاهمين. لا تقليديه جدا. هنقول ايه؟ طبعا لازم نقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام. حبايب قلبنا في كل مكان واخواتنا وحبايبنا كله ينزل يصلي على النبي ويقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه علي افضل الصلاه والسلام. قولي كده كل مره برضو على فكره تقليديه زي ما انت. طب اعمل ايه؟ فكرتها اجيب حاجه جديده. اصل لازم السلام عليكم ولازم الصلاه على علي افضل الصلاه والسلام. طب هاتي بقى الجديد. لا اله الا الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا. التحدي بقى النهارده على ايه؟ بصوا يا جماعه ما تركزوش. ما تركزوش عشان احنا مهيسين جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان هناكل محشي. مش هنلحق. لا اله الا الله. وبط. بصوا بقى يا جماعه الطريقه بتاعت البط والمحشي هتنزل لكم بكره ان شاء الله. لا بقى ما عشان ما نزلش وصفتين ورا بعض. طيب يا هتنزل قبل التحدي يعني التحدي الاول او الوصفه الاول على حسب. يعني انتوا دوروا علينا. هتكتبوا منوعاتكم من محمد البورسعيديه هتدوروا هتلاقونا قدامكم كده اهو. احنا هنروح فين؟ بس كده. تعالوا بقى ناكل ايه؟ المحشي ده التحدي. كنا هنعمل اللي تاكله تاخد ثمنه. كنا هنعمل يديك من ضميرك. طبعا لا عرفنا نعمل ده ولا عرفنا. ليه بقى؟ لان حنان هتاكل وتنزل على طول مستعجله. تمام. معانا البطه ومعانا المحشي. التحدي على اللي يشبع يا جماعه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا حبيبه قلبي امل اللي بتسلم على ماما امل صح؟ تسلمي لي يا قلبي ربنا يخليك ويبارك لي. مش امل برضو؟ هي اسمها امل. حبيبتي السلام وصل. ربنا يخليكي وما يحرمنيش منك ابدا. ما يحرمش منك يا قلبي ابدا واكبر بخاطرك. طب بردي قدامي يبرد. انما انت واحده مستعجله. من جوع. بعيد عنك الجوع. ده فنجان ابيض وفنجان اسود وفلفل ورق عنب. بصوا بقى ده في حله واحده حلاوته اما يدلق كده. حلاوته ما يتاكل بالايد كده. زبده يا معلمي زبده. حتى الابيض. يوسف بيضرب محمد. محمد بيصور. يوسف بيضرب محمد كله. ده ودني طلع فيه خدشايه. طلع صنع على الود ده حتى كيوت. لو ودني طلع فيه خدشايه يا حنان هتعملي ايه يعني يا شيماء؟ سمع في منازل الله يا حنان. اهم حاجه الولد يكون منبسط. هو شكله منبسط. الله المحشي جميل قوي يا جماعه. مشطشط. اسمها امل كريم. حبيبتي ربنا يخليكي وسلامك وصل وما يحرمنيش منك يا امل. يا قلبي يا قلبي. محمد انت ازاي تعرفي تعملي الحركه دي؟ ايه ريحه البتنجان ده بجد؟ حلو قوي. زبده تحفه وطعمه حلو صح؟ الاسود والابيض والله جمال. الفلفل بقى الاسود عادة بيكون حلو على طول لكن الابيض صدفة لما بيبقى حلو. انا بقول كده برضه عادة. عادة وتقاليدا. وحشني المحشي بالطحان. احلى دول فلفل زي ماما قالت لي. ماشي بس كمل طلع الباذنجان. بس شكله سخن يا ماما. مع انه تاكل من امتى؟ بس هو حلاوته كده. انت خلي بالك مش السخن اللي بيلسع. اللي تستحمليه. فلفل. الفلفل تحفه بجد يا ماما. عندك حق. طعمه حلو قوي. والله العظيم تحفه. في فلفل يعني طعمه بيبقى ليه طعم كده مميز مش حلو. اضطر ان انا اخد الرز واشيل الفلفلايه ارميها. فاهمين؟ مش جايب ايه ده يا جماعه ولا ايه؟ بس تحفه. راضيه ذمتك وضميرك. تحبي حد يجيب لك الحاجات دي غيري؟ لا والله. عارف بعرف اجيبها زيك. انا بعرف. بس يا بت نسيت الشنط اللي كنت بحملها لك. امتى يا اختي؟ نكرت الجميل. امتى؟ نسيتي؟ امتى؟ شوف البت بتقول امها ايه؟ كانت البت دي مش معانا. اه راح ولا لا؟ صح.
وكنت بتستغربيني وانا طالعه محمله الشنط. احكي لكم حكايه يا جماعه والله العظيم بتكسر لنا بطه قوي. اول ما اتجوزت سيبنا بطه ماما نفسيتها تعبت. يا لهوي بتدوختني. والله بقطع بطه بقى يا ابني. والله هتاكلي انت قطعلك ولا ما عبرتيش؟ هاتي لي ورك الاول ولا سيبك؟ اللي انت عايزاه. هاتي قطعلك يا حنين هتعملي هنا. هتعملي هنا. تقطع هي تفسخ. والله حكايه يا جماعه هنحكيها لكم. الوليه امي دي دوختني ما شوش ده انت بصي بتقول لك يخونك ومش عارفه ايه وايه 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 هتاكلي ايه؟ والله العظيم دوختني. هات حته من الصدر كده ايه نجرب كده حته من هنا على حته من هنا مش ورا اللي يشبع. كده يعني. فايه بقى؟ بصي ايه رايك اللي انا هعمله ده؟ ايوه افتخرها كلها. وقعت مرتا؟ لا هنحكي لكم هنحكي لكم. فين الفتيات في الحلقه؟ فين مرتا؟ فين مرتا يا بنت؟ لف فيها بقى كده. انت ما كنتش محطوطها؟ لا حطها في الفتيات. بص اول مره المرتا تقع منها. اول مره. انا حزينه. ماما منديله النبي. مبلل مبلل مبلل. بصوا يا جماعه بقى ده ايه يا فندم؟ جيب لي والله انا مش عايزه مش على كده خلاص كنت عايزاه وهي طالعه سخنه منها. وبعدين ايه بقى ماما يا ماما بصوا اصل انا مش هعرف اكل كل ما انا ايدي كده هي بقى معايا بصوا فماما نفسيتها تعبت نفسيتها تعبت بقى بقى يجرى لها ايه؟ اه والله العظيم كنت طبعا متجوزه لوحدي بقى ما كنتش معاهم. نفسيتها تعبت كلي وانت بتعملي عشان ما اشبعش اول. فهتقول بقى كل يوم عند الدكتور نفسها مش قادره تاخد نفسها خالص حرقان في نفخها قلبها بيدق. اه والله العظيم ضربات قلب. فالمهم قالوا لها ده نفسيه. طبعا حنان يا عيني اتمرمطت معايا. والله العظيم من المستشفى دي المستشفى دي هي واخويا كانوا مخبين لي عليا عشان انا عروسه. كنت عروسه اه والله كان يا مكان. انا وماما مش بنت امها احنا نعتبر اخوات متعلقين ببعض جدا. اخوات ايه؟ مش بنت امها نعتبر اخوات. ايوه فعلا. ايوه صح صحاب. يعني اه فما كنتش قادره تستغنى عني. جالها الحاله النفسيه دي جسمها كله ينام منه. والدكاتره في الاول ما كانوش لاقيين سبب ويدوها علاج مش عارفه ايه في الاخر قالوا لها نفسيه. دي نفسيه عملت كل حاجه. المهم ايه؟ قالوا لها وسواس قهري. بقت حاله تنزل معانا الفجر طبعا كل واحد في بيته. تروح توديها المستشفى. انا كنت بحب اقلق حد يا جماعه. كانت لسه ماما بتنزل يعني. وماما كانت بتخاف ان هي تكلمهم مثلا متاخر يقلقوا. التليفون بالليل ده بيبقى صعب. اه. بعدين ايه بقى؟ المهم طبعا لا اقول لك حاجه كمان. بس ما وائل قعدوا بعد جوازي قد ايه معاكم؟ اه فضلوا قاعدين معانا فتره. اه. ولما مشوا والبيت فضى خالص بقى بدأت بقى حالتها تتدهور. ماما الأمهات يا جماعة اللي بتحب عيالها قوي. مش كلهم. عشان نبقى واضحين. أنا لما مشيت كسرت ورايا زين. جيت لها تالت يوم جواز قالت لي إيه اللي جابك؟ عالي جدا. اللي نزلك؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. دي أول تلتين. طب أنت كنت جاية ليه؟ جاية تشوفيني؟ لا كنت إيه؟ احمد قال لي تعالي ننزل تالت يوم جواز تعالي نروح راس البر. شلت في دماغه. قام ايه بقى؟ ما كنتش اصلا جايه لها ولا حاجه. نسينا الفلوس في البيت اللي هنسافر بيها. قلت له خلاص طلعني على ماما روحي انت ارجع هات الفلوس وتعالى. فطلعت عندها شويه دول اول ما شافتني اتخضت قالت لي ايه اللي جابك؟ الفلوس اللي قد ايه كمان؟ وبعدين ايه بقى؟ قعدت في الموضوع ده قد ايه لغايه بقى ما انا فوتت طبعا اسبوعه التاني بقت كل يوم اجيب لها الفطار هي والبت دي عرفتنا واجي ايه عالي يروح الشغل
الساعه 6 الصبح، الساعه 6 وربع 6 ونص يلاقوني هنا بالعيش والفول والطعميه. اه البطه دي جامده قوي. وابقى بقى انا مش من هوايات يا جماعه الخيار، مش من هوايات الخضار. بنت ما صدقت انطلقت. اه وعلم كان متعود يجيب خيار مش عارفه ايه، فالخيار كان بيفيد عندي انا ما باكلوش. لقيت املحه. اه والله العظيم املح الحبه اللي يفيدوا املحهم بدل ما كنت كنت بعمل حبه خيار. وانا بعشق الخيار المملح، اجيب لهم الخيار والفول والطعميه واجي بقى الصبح. والعيش البلدي كان قدام بيتي على طول، العيش اللي هو المدعم ابو شلل. فاكراها انا. واجي لهم. المهم بقى انا في التشكش في الكلام، انا بقى في اول اسبوع برضو قلت ايه، ماما وحشتني اما اروح لها. قلت عن نفسي اروح اشوف ماما. جيت طبعا لقيتهم ايه، بسمه وماما وحنان قاعدين مش مديني وش. في ايه يا جماعه؟ هي الناس دي ها؟ هو في ايه حصل لهم؟ انا ناسي الحكايه دي، فكريني بيها. هتفتكر لما اقوم. هو في ايه حصل لهم؟ اتريهم بيعملوا الكحك. وانا لما قلت لهم جايه طبعا يعني كان لسه غريب في الاول ولازم اقول لهم ان احنا جايين. فما قلت لهم جايه لما حاجه الكحك عطلتنا يعني. وعنوها وايه، وقعدوا يا عيني، واصلا النور كان قطع عليهم وهم بيعملوا الكحك. كان النور قطع باين يا ماما؟ دي ذاكرتها فولاذيه اللي هتبقى فاكره بسمه. المهم والكحك بعيد عنكم بيعملوا الكحكايه قد كده بتنفش. يا بنت لو الكحكايه مالت الصينيه، اول مره في التاريخ عمر ما ماما عملته كده ابدا. ده كحكايتها صغننه قد كده نحطها تفرش. كانوا متوترين جدا. بنقعد ايه تقريبا؟ ما بس صلحناه. رجعنا عدلناه. اه عملنا له تعديل. وانا في الكوافير بقى ده انا هحكي لكم تاريخي عشان تقولوا لي العيب فيا ولا في الناس. انت بتاكلي ولا لا؟ بكون خلاص بقى فرح وكده وعايز بجد وكده. يوم فرح كان في فرح وكده. كان بقى ايه شو دقيقه بيجهز في حاجه الثلاجه. وبعدين انا رحت الكوافير لوحدي لان بسمه وحنان كانوا مشغولين هنا في البيت بالناس اللي تيجي ومش عارفه ايه. الكوافيره قالت لي تعالي اغسل لك شعرك، كانت بتعملي لي صبغه. فاهم سبت ايه؟ الجوك على الحته اللي انا بقعد قصادها قصاد الطبق بتاعت الميه. طول عمرها من نصحة يا فطوم. وبعدين بقى ايه؟ رجعت ما لقيتش البوك ولا الفلوس. قول حاسب الكوافير على الصبغه وانا اعمل اي حاجه. بتعيط اعيط. واتصلت بعلي، هو اللي اتصل بيا في الوقت ده. فلان بقى هيسالني في ايه؟ قلت له ده انا اتسرقت. قال لي ازاي؟ قلت له والله اتسرقت. قال لي طب انا جاي لك. المهم جالي عند الكوافير لقيته جايب بطيخه. والله ما انسى الموقف ده ابدا. وجايب خوخ وجايب جبن وجايب حاجات. وجالي عند الكوافير قال لي ايه؟ قلت له انا ده اتسرقت وشكه في واحده كذا 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 ونزلت وهربت. قال لي ده انا شايفها بتركب واحد ورا موتوسيكل. واحد ورا موتوسيكل. انت ما بتاكليش. انا باكل وبحكي. انا باكل والله. انت كمان ما بتاكليش قد كده. ف قال لي شفتها بتركب الموتوسيكل ورا واحد وجايه. قلت له بقى دي اللي خدت الفلوس. والله كان في فلوس يومين لاني كنت ايه بحسب الكوافيره ايه اخدت حساب الزواق ومش عارفه ايه، بس الصبغه لوحديها والماسكات ومش عارفه ايه. ودي مواقف يا جماعه. قولوا لي تفتكروا العيب فيا انا اللي فقر ولا العيب في مين بالظبط؟ انا عايزه اعرف العيب في مين. في كده في كده ريحه الورد. انا خلصت السجر وعماله استنى فين؟ هو ده قرب يخلص. بقول لك ايه؟ عايزه ايه؟ قولي. خلاص انا هاكل السجر. انا من البلد دي. بصوا السلام يا سلام سلام يا سلام. في الاحلام
البتنجانية دي من تحت سخنة. ايه كلتها روحي راحت. ايه المشكلة مالك؟ يعني هي مستوى من فوق برد ومن تحت؟ لا جت من تحت يعني مش على وش باردة. فاهمة حاجة؟ انت فهمتيها ازاي؟ فهمتها زي ما قالتها كده. انت مخك اصلا قول لك ايه بس؟ مش عارفة جوا ايه؟ بلوزة. بس عارفين يا جماعة؟ بنت لسه بتاكل. كان فيه فش الكافرين فرحي. العروسة القمر دي حصل ولا لا؟ ما حصلش. بذمتك حصل ولا لا؟ أبدا. كمان اللي قلت قبلك. من دي اللي انت اخدها عندك ليه؟ حطيه في النص. وانت سيبيني اكل بقى. عمالة تلغي ومش مخليني استمتع. انا برضه. شوفوا بس بتدوسوا على الزرار وهي تنطلق على طول. بتصدي كتير قوي. بتنطش في الحكايات. الحكايات دي كانت عايزه صلاه. تجري على طول. زمانها بتشرب. ومسحي لنا في حته خضره. عادي. ومسحي لنا في حته بطه. وجايز تمسحي لنا يبقى في حته محشي. هتتصل. بنمسحي بيه. ما انتش قادره معاه والله. انسحبي؟ اني كنت بحكي وبتكلم واشهدوا انتوا بحكي وبتكلم. بصي بقى بحكي وباكل. بأمانة ربنا كنت باكل الفص ده وهقول مش قادره. فاحنا نعتبر انسحبنا في نفس الوقت. احنا الاثنين تعبنا. فانا مش هصدمك وعاقبك. لا عبك اديني الفولة والخل انا ده عقاب. انا يا ماما كنت ناسية وانا عمال ده. يا لهوي ده انا لو فاكرة ما كنتش يعني كنت انا لسه هنسحب. لو فاكرة ما كنتش هنسحب ابدا. الفولة والخل. يلا يا جماعة لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بس انت كمان مش هتعملي فيا. وتفعيل الجرس عشان يوصلك. بس انت مش هتعملي فيا. بالله عليكم اتفرجوا على الفيديو كامل من اوله لاخره. لحسن الضرب انا عارفه لو عملته فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.